أكيد ولاية تندوف اليوم شهدت عديد المكاسب في القطاع الصحي بعد تعليمات السيد رئيس الجمهورية. حل وزير الصحة عبد الحق السايحي ليدشن ويعطي حيز الخدمة عديد المكاسب التي كان لطالما انتظرها سكان الولاية وخاصة في المناطق الحدودية مثل ولاية تندوف. لمزيد معلومات أسعد باستضافة السيد معالي الوزير الصحة السيد عبد الحق السايحي. عدد لنا مكاسب القطاع وكيف استقبلها ساكنة الولاية وخاصة أنها دخلت حيز الخدمة في ظرف وجيز. أولا تواجدي هنا في ولاية تندوف جاء بأمر من السيد رئيس الجمهورية عندما زار الولاية، ووقفنا اليوم بمعية السيد الوالي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية لمعاينة أهم الإنجازات التي اكتسبتها ولاية تندوف، وقد وضعنا حيز الخدمة بعض من المصالح متعلقة بعلاج السرطان وتصفية الدم وغيرها. لكن الشيء الأكيد الذي اجتمعنا حوله الآن وما زلنا في الاجتماع هو معاينة ودراسة أهم متطلبات التي تسمح لنا بترقية قطب صحي بامتياز على مستوى ولاية تندوف، وستكون بلدية تندوف مستفادة وبقية البلديات، خاصة أنه في إطار البرنامج التكميلي ستكون هناك حصص لقطاع الصحة تتدعم بها ولاية تندوف من مستشفيات وعيادات ومعدات طبية، إضافة إلى تعزيز القدرات والكفاءات البشرية. شكرا لك سيدي الوزير. بالفعل عديد المكتسبات سجلها قطاع الصحة اليوم مباشرة بعد نزول وزير الصحة في زيارة ميدانية إلى ولاية تندوف. أيضا المستشفى والتحفيزات العديدة التي أقرها الرئيس الجمهورية موجهة لأطباء الأخصائيين أكدها السيد وزير الصحة اليوم في إطار ضمان استقرار الأطباء الأخصائيين على مستوى مناطق الجنوب. نعم، شكرا لك عمر تواجين من تندوف على رصدك لكل هذه التفاصيل.